السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ عساكم بخير. معكم حسام اخونا السكمي لعبة تريز اوف توم رايدر. اللعبة هذه مدبلجة وما يحتاج لايف كومنتري. اذا ما شفت المقاطع اللي فاتت شوف عشان لا يفوتك شيء. زي ما تقولون كذا يعني سوي سبسكرايب سوي لايك اذا اول مرة تتابعنا، واذا ما عجبك المقطع سوي ديسلايك. دعمكم حيودينا لابعد مدى. اتمنى انه القناة تكون مميزة لكم وانشروا على قد ما تقدروا. يلا في امان الله، اشوفكم نهاية المقطع. في مكانك بهدوء بهدوء. تعرفون أني لست مع ترينيتي. لماذا نصدقك؟ هربت مع واحد منكم، رجل يدعى جايكوب. أين هو الآن؟ كنا معا ولكن افترقنا في المناجم. هي قتلته. لا 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 لا. مستحيل أن يثق جايكوب في أحد الغرباء. اسمعوا أرجوكم، لست عدوتكم. حذرتك، كان عليك أن ترحلي. صوفيا كفى. أبي، اعتقدت أني فقدتك. يسعدني أنك نجوتي. سامحي صوفيا، إنها حذرة. مكانها لفعلت الأمر ذاته. ماذا وجدت؟ جماعة ترينيتي ستهاجم، يجب أن نستعد. وهي؟ إنها صديقة، وبأمري لن يمسها ضرر. هذه الأطلال، يبدو أننا بقرب مدينة القائد. هيا، ليس لدينا وقت كاف. جهزوا مخازن السلاح، أمنوا الحصن، هيا الآن. لقد اقتربوا، يفوقوننا عددا. الأطفال والعجائز ضعفاء. هيا ضعوهم في السراديب، أشعلوا النيران، يجب تحذير الوادي. هذا مذهل. صوفيا احشدي المقاتلين ثم قابليني في أحد القرية. لا تختفي ثانية أبي. يجب فعل الكثير لو كان لدينا الوقت. فيما بعد سأبذل ما في وسعي للمساعدة. you
اذهب الى اللاسلك القديم وشغل المولد. يجب ان نرسل ارسالا اخيرا لاعلام المنشات الاخرى. سابذل ما في وسعي. انتما اريد من يراقب الوادي. اتجها الى المنحدرات وراقبها. اخبراني مباشره عند رؤيه مروحيات. احتاج مزيدا من الخشب للنار. استخدموا اغلب الخشب في اصلاح ابراج الحراسه. علينا التعامل بالمدافع. جاكوب قال انهم سياتون. لم نتعافى مما فعله السوفيتيون والان ها. وعدت بان اقيهم بامان. ان اردت المساعده عليك الذهاب الى داخل القريه. ستنفذ المسامير قبل الانتهاء منها. يمكننا سحب المزيد من الكبائن القديمة التي لم نعد نستخدمها. أنت هناك، نحتاج لبعض المساعدة إن كان هذا سبب وجودك. أنا هنا للمساعدة، ماذا يمكنني أن أفعل؟ نحاول تعزيز أكبر قدر ممكن من هذه الأبراج. أغلبها تضرر بشدة في فيضانات العام الماضي. يمكننا إجراء الإصلاحات. لارا، أنا آسف إن كانت صوفيا متحفزة تجاهك. أفهم هذا، ويسرني وجودك هناك ومساندتك لي. قضى قومي عقودا وهم يقاتلون الغرباء، عادة يصعب التخلص منها. حاول المساعدة في التجهيزات، بعض العمل سيزيد من اكتساب الثقة سريعا. سأبذل كل جهدي. ستصل جماعة الترينيتي قريبا. سيأتون في الغالب من الجو. جايكوب يجمع المقاتلين في أعالي القرية لجذب انتباههم هناك. الأطفال والعجائز الذين لا يمكنهم القتال سيختبئون في سراديب القلعة. سأذهب إلى هناك بمجرد السيطرة على الأمور هنا. قلت أنهم مدججون بالسلاح، كيف نتوقع أن نهزمهم؟ لن ننتصر في المعركة في قتال مفتوح. سيهاجموننا بقوة وبسرعة وسنتلقى خسائر. يأمرون أن يستعينوا في الهجوم ولكننا سنستغل تحفظنا. إننا نريد النجاة. لارا، أحتاج لمساعدتك. قومنا يقومون بأعمال كثيرة في الوادي. لو أشعلت نيران برج الإشارة سيعرفون أن الخطر وشيك. سأبذل ما في وسعي. عند إشعال أول إشارة سيعرفون ما عليهم فعله. مفهوم. عملة حديدية بجانب مقطوع ومشكلة لتكون مخلبا خاما، ربما لإزالة الأظافر. Thank you.
شكرا لارا، تم تحذير قومنا، سيمنحهم هذا وقتا للاجلاء. قابليني في اعلى القريه، انا اجمع قواتنا هنا. مرحبا، آمل أنك تشيدين استخدام القوس. جايكوب، هناك مروحية قادمة في اتجاهكم. تعالي إلى هنا بأسرع ما يمكنك. أي مقاومة سنواجهها بقوة مريضة؟ نذهب خلف الذباب. هيا هيا، أسلحتكم وإلا سيتم إطلاق النار عليكم. انتبهوا، اختبئوا من النيران، انسحبوا، ابقوا معا. إن لم توقفوا إطلاق النار سنقتلكم جميعا. معكم 30 ثانية. أين هو المصدر القوي؟ أخبرني. توقف، لا تؤذي أي أحد. ياه، أين هو؟ انتظر انتظر، خريطة الأطلس ستريكم الطريق. حسنا، أخبرني عن الأطلس. هاي نحن نتراجع، انسحبوا حتى نقطة الإنسان.
اجتاحنا المحليون، كرافت معهم، ضحايا عديدة، الرجال موتى في كل مكان. كان علينا قتلها. ليس لديك ما يدل على النجاح، ربما ستنجح هي فيما فشلت فيه. أنا لن أفشل. ترينيتي سيتدخلون إن فشلت، وتعرف ما يعنيه ذلك. يمكن التضحية بي، لا تهمهم نجاتي أبدا. أحتاج لقوة المصدر. وستحصلين عليها، لا تفقد الأمل أنا. هذه إرادة الرب، حتمي هو نجاحنا. أرجوك أعثر عليه، وقتي بدأ ينفد. لقد قطعت مسافة طويلة، لقد عانيت الكثير. هذه الحواجز الأخيرة التي وضعتها أمامي، الأمور التي أجبرتني على فعلها، لا بد من هدف لها. وحدك يمكنك أن تريني الطريق وتمنحني القوة للمتابعة من أجلك ومن أجل ترينيتي. أرجوك أريني الطريق. ستسال الدماء إذن. معي. أنا آسفة، قومك لا يستحقون هذا. إنه طريقنا المختار، واجبنا. لم يكن سهلا أبدا. أفهم معنى فقدان من نحب. ترينيتي لن يتوقفوا، صحيح؟ أشك في هذا، لديهم موارد كثيرة. وهذا الأطلس؟ إنه عبارة عن خريطة للمدينة القديمة. الترينيتي لن يجدوه في البرج. يعيش الكثير من قومي في تلك الأطلال، لن يكونوا مستعدين لما هو قادم. يمكنني مساعدتهم جايكوب. هذا من أجلنا أم من أجل ما تبحثين عنه؟ إنهما نفس الهدف في الوقت الحالي. سأعود مع التعزيزات بعد أن أرعى الجرحى. نعم، ما الأمر؟ نحن في حالة سيئة جايكوب، نحن في فوضى بسبب الهجوم، ولا أحد نرسله للقلعة. أعرف، سأطمئن الجرحى هنا. يجب أن نوصلهم إلى مكان آمن. عندما يتم هذا سنجمع أي أحد. صوفيا سوف أعطلكم حتى نصل. خذ الأحذية، يمكننا الاستفادة منها. ابقى هنا. أنا ما زلت لا أرى بوضوح. الرؤية ضبابية. هذا متوقع مع وجود إصابة في الرأس. لكن أنت آخر شخص لدينا، أيهما يحدث؟ يفترض أن يكون عند صوفيا تحمل العبء. I
جايكوب، المكان في حالة فوضى هنا، لا أثر لقومك. ربما نقلتهم صوفيا إلى السراديب أسفل البرج، ولكنني فقدت الاتصال معها. حسنا، سأبحث عنها. نكاد ننتهي من إجلاء الجرحى هنا، أنا سأنضم إليك قريبا. آمل ألا يكون قد فات الأوان. يا إلهي لا. كانت مخلوقات هذا الوادي غير معروفة لنا فيما مضى، لكنهم الآن إخوتنا وأخواتنا كأقارب دم. يمكنكم تعلم الكثير عن المخلوقات من وادينا من الصيادين، ولكنهم يجدون القيمة في الموت. يجب أن نجد أيضا الهدايا التي قدمها إخوتنا في حياتهم. في أعشاش الطيور ستجدون الريش لكي تصنعوا الأسهم. اطلبوا ما تحتاجونه. سيوفر. الساحة خالية، ماذا نفعل مع المساجين؟ اخذوا عليهم. Don't shoot. We must... انتشروا وامسحوا المنطقة. هيا 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 ه
هاي مهلا مهلا، هؤلاء الأوغاد واسعوا الحيلة، ربما أعدوا بعض الفخاخ. لا تقلق، سأقتل أي شيء يتحرك. تمهل فحسب، كن يقظا. أوه تبا، انتشروا، ابحاموا التبهين. أنا أراكي. حسناً يا صديقي، دورك. لن أخبرك بشيء. أنا أصدقك، ولهذا سنضربك حتى تتوقف عن التنفس، وهكذا عندما أسأل الشخص التالي عن القتل. أهلاً، توجد حركة. اجتماع. هيا بنا. ليس معها بخيرة، أسقطوها. أوغاد، حرريني، سأقتلهم جميعا. بهدوء صوفيا، سالت دماء كثيرة، نفقد الكثير من الناس. ربما ضحى قومك بما يكفي. هذا كل ما نعرفه. أسأت الحكم عليك لارا. كيف أساعدك؟ قولي. يجب أن أوصل البقية للأمان، لكن مدخل السراديب مغلق. سأجد وسيلة لإخلائه. ستكون بخير. أنا بخير، سأكون بخير. ساعدينا في إيصال الآخرين للأمان. سنوصلك للأمان، لا تتحرك. شكرا لك. سينتهي الأمر قريبا. لابد من طريقة للخروج. ها هو، ربما يمكنني إزالة العائق من هنا. سيكفي هذا. هذه الجدارية توضح لحظة عثورهم على الوادي، كانت بالنسبة إليهم فسحة أمل. شكرا لك لارا، سيكونون في أمان في السراديب الآن. أعرف أنك تبحثين عن المصدر القوي، ولكن سيموت قومي من أجل حمايته. إن قومك يموتون بالفعل، لا يمكنك حمايتهم للأبد. نجحنا في الصمود طويلا، لكن حاليا يسعدني أنك حليفة لنا. يحتشدون عند البرج، ما زال لدينا ناس هناك. أوصل الآخرين للأمان، سيحتاجون إليك.
وبكذا وصلنا نهاية الحلقة. أتمنى أنها كانت لذيذة وخفيفة وبسيطة عليكم. لا تنسونا اللايك وسبسكرايب، وإذا ما عجبك المقطع سوي ديسلايك، وحاول أنك تنشر القناة إن شفت في شيء مميز فيها. كان معكم حسام وفي أمان الله، وتصبحون على ألف خير.